في تغير سياسي جديد للشكل الحزبي باليمن، يعود التساؤل عن مصير حزب المؤتمر الشعبي العام بعد تفكك تحالف الانقلاب ومقتل صالح ليخيم على المشهد من جديد. تفكك آخر عاشه الحزب بعد تعدد الفاعلين بداخله، لعل أبرز ذلك انقسامه إلى ثلاثة تيارات: الأول في صنعاء تسيطر على قياداته ميليشيا الحوثي، والثاني خارج البلاد يهاجم الشرعية وتدعمه أطراف إقليمية، أما الثالث فهو ذلك الذي تحاول الشرعية إعادة لملمة صفوفه من عدن. في جديد تحركات الحزب، عقد المؤتمر الشعبي العام بعدن وبرئاسة عضو اللجنة العامة أحمد الميسري لقاءه التنظيمي الموسع. اللقاء أكد في ختام أعماله على تمسك أعضاء الحزب وقياداته بشرعية الرئيس هادي وبشرعية بقائه رئيساً للمؤتمر الشعبي العام حسب الأنظمة الداخلية للحزب. اللقاء الموسع أيضاً وفي ظل صراع كبير لتمثيل الحزب هوجم من أبو بكر القربي أحد القيادات التي شاركت الوفد الانقلابي في المفاوضات سابقاً، حيث أكد أنه لا يوجد مؤتمر شعبي عام جنوبي، فالاجتماع الذي ينعقد في عدن يمثل محاولة يائسة لاجتثاث المؤتمر من جماهيره حسب تعبيره، وهي رسالة اعتبرتها قيادات مؤتمرية في الشرعية مجرد محاولة لإبقاء الحزب تحت قبضة الحوثيين. لم يتغير تعاطي الحزب كثيرا مع المشهد الجديد يقول مراقبون، خصوصا وأن معظم قياداته سواء تلك التي في صف الشرعية أو خارجها لا تزال تحمل ذات التقارب في مواقفها من الأحزاب الأخرى، لعل أبرز ذلك دخولها في صراعات أيديولوجية عديدة مع أحزاب أخرى في الشرعية، على الرغم مما تبدو فيه الشرعية مظلة للجميع. انقسام داخلي يعيشه حزب المؤتمر إذن، وهو واقع سعت ميليشيا الحوثي لتكريسه خلال الفترة السابقة، خاصة بعد أن نجحت في السنوات الأخيرة من استمالة قيادات قبلية تنتمي للحزب، وأصبحت اليوم تقاتل إلى صفها في مختلف الجبهات.